تجربة جديدة ومراجعة الأفضل مايك لجميع الأعمال الصوتية لقراءة القرآن للتعليق الصوتي. راح أعطيكم جميع الاختبارات لهذا المايك رود NT2A من المايكات المميزة من شركة رود. طبعا أول ما تريد تشتغل على المايك تحتاج كرت صوتي يجي معه ستاند يجي معه بوب فلتر هذا من قدام. طبعا فيه بعض الأزرار من قدام، هذه الأزرار تتحكم كمية كسب الصوت وإدخاله للمايك. تقدر تسجل من جميع اتجاهات هذا المايك. حمس عشان أعطيكم تجربة فريدة من نوعها المايك رود NT2. راح أجرب الآن المايك بأفضل كلام هو كلام الله عز وجل بعد الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين. نجرب الآن بوضع الأناشيد الصوتية، أنشودة بسيطة. أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعاصي في ودادي من نهاك فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك. ضحكون على الصوت، هي مجرد تجربة للمايك عشان نجرب الكواليتي والأداء اللي يعطيه مايك رود NT2A. خلونا نجربه بتعليق صوتي نشوف أداءه في التعليق الصوتي. باختصار، قوة الذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على معالجة البيانات بسرعة ودقة عالية واكتشاف الأنماط واتخاذ قرارات ذكية. يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات ويقدم فرصا هائلة للتقدم والابتكار مع الاهتمام بالتحديات والمسائل الأخلاقية المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وهذا باختصار مثل ما سمعتوا عدة أعمال صوتية بهذا المايك الاحترافي. تحب تستفيد أكثر وتطور مهاراتك أكثر في مجالات مختلفة، لا تتابع في السوشيال ميديا لأنه في أشياء راح تفيدك في هذا المجال. وأشوف فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم مشعل والسلام.